معي عبر الهاتف سعادة المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة. سعادة المقدم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساك الله بخير مقدم خالد. حياك الله أبو خالد. يا الله يحييك. يخبروني الشباب أنك كنت تسمع مكالمة، أو كنتوا تسمعون الأخوة في الإدارة مكالمة الأخ محمد فيما يخص تسجيل المركبات في خورفكان. نعم. وعندك تعليق على هذا الموضوع، تفضل سيادة المقدم. والله نمسي عليك وعلى الأخوة المستمعين. بالنسبة للملاحظة اللي وردت من الأخ بالنسبة لتسجيل خورفكان، خلال الفترة القادمة نحب التنسيق مع شركائنا شركة الشارقة للاستثمار وصول، صدد التوسعة وصدد إنشاء محطة أخرى لتسجيل المركبات في مدينة خورفكان في الفترة القادمة إن شاء الله، لكن هذا مثل ما تعرف تأخذ لها وقت معين بالتنسيق مع شركائنا المعنيين بخدمة تسجيل المركبات. فعلا ملاحظة موجودة أن في نوعا ما ضغط، وخاصة مع بداية كل شهر يكون في ضغط على المحطة الموجودة الحالية، لكن بالتنسيق مع الشركاء إن شاء الله نبشر الأخ أنه بيكون في محطة في المستقبل إن شاء الله، مركز تسجيل في المستقبل مدينة خورفكان، إلى جانب كذلك المحطة أخرى إن شاء الله بتكون في مدينة جبل حصن، بحكم أنه في ضغط كذلك على المحطة الحالية وخاصة من المناطق القريبة من مدينة خورفكان، بيكون في مدينة جبل حصن خلال فترة. جبل حصن قبل هذه المكالمة مقدم خالد، عندهم مركز تسجيل؟ لا، في دبل حصن مش موجود، لكن بالتنسيق مع الشركاء وفعلا بدينا العمل مع شركائنا اكثر عن شريك خلال الفتره الماضيه. جميل. صدد توقيع العقودات او الامور هذا مع الشركاء في دبل حصن ان شاء الله. اذا الضغط اللي كان حاصل على خورفكان من جزئيه دبل حصن ستحل بفرع او بيكون ان شاء الله مركز او محطه تسجيل ومحطه فحص في مدينه جبل الحصن تقريبا قبل مدينه خورفكان، بحكم ان المدينه تفتقر لهذه الخدمه في الوقت الحالي. جميل جدا. لما جلسنا مع الاخوان في المنطقه الشرقيه، مع اداره المنطقه الشرقيه وكذلك ممثلين من شركه اصول ومعنيين من شركائنا الاخرين، في على اساس ان خلال الفتره القادمه بتكون هناك محطه فحص وتسجيل مركبات في مدينه جبل الحصن. فيما يخص كلباء مقدم خالد، عندهم مركز تسجيل خاص فيهم؟ في مركز كلباء نعم، في ما بيكون هناك توسعة وإنشاء كذلك من مدينة كلباء بالتنسيق مع معهد الشارقة للسياقة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. الحين تقريبا على مستوى الإمارة بيكون هناك المحطات في مدينة كلباء بتكون موجودة إن شاء الله تعالى، كذلك في مدينة أو منطقة المدام كذلك. وفي المدام في المناطق نحن مغطيها خلال خطتنا المستقبلية خلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن ما أقدر أحدد تواريخ معينة بحكم أن الأمور الإدارية واللوجستية خلال نعم، لكن بالوقت القريب تقريبا على مدينة جبل حصن من ثم مدينة كلباء وخورفكان والمدام تقريبا إن شاء الله. بشارة طيبة. يستاهلون كل خير، وشكرا لك على سرعة التجاوب مقدم خالد، جزاك الله خير. لا بالعكس، نحن نستقبل كل الملاحظات وكل الملاحظات والمقترحات من المتعاملين، والشكر والتقدير لكم من الخط المباشر. بارك الله فيك، شكرا سعادة المقدم، شكرا جزيلا، في أمان الله، حياك الله. المقدم خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة.